صلى الله عليه العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه حتى تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أعاذنا الله وإياكم من النار وعذابها، اللهم تقبل، اللهم آمين. ثم يا أحبتي في الله، إن الإسراء والمعراج حق، قد دل صريح الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث النبوية على أن واقعة الإسراء والمعراج حق، وإنه أتاه ملكان فأتيا به عند الكعبة، فشق صدره وغسل بماء زمزم وحشي به ما حشي ثم وضع به في صدري وليس ذلك من الخيالات قال انس رضي الله عنه وقد كنت ارى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وانه اتى بالذراع واسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكان ذلك يقظه لا منام وجمع له الانبياء عليهم الصلاه والسلام هناك فصلى بهم إماما ثم عرج به إلى السماوات العلى سماء بعد سماء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعروف وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد سبحانه